في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري الإيطالي، استقبل اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية اليوم بالأميرالية مقر قيادة القوات البحرية الشهيد سويداني بوجمعة، استقبل رئيس أركان البحرية الإيطالية الأميرال أنريكو كريدانديونو، حيث تناول الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما موضوع التعاون في المجالات التي تخص البحريتين. وفي ذات الإطار وبهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري بين قواتنا البحرية والبحرية الإيطالية، رست يوم أمس بميناء الجزائر الفرقة الحربية الإيطالية كارابينيير F-593، حيث وبعد توقف قام قائد الفرقة البحرية الإيطالية بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى على مستوى القاعدة البحرية الوسطى بحضور ملحق الدفاع لدى سفارة إيطاليا بالجزائر.